كده الابديه. في حاجات تخش بقى في الزحمه ديت بتشتت الواحد بقى، مش عايز اقول منها حاجات كثيره ملهاش اي معنى خالص، ملهاش معنى، حاجات بسيطه وبرضه مرجوع الواحد للدير يعني خدمه ايه مثلا. الا اذا بقى ربنا ده حاجه موضوع تاني خالص، الواحد عايز يصلي ويشوف كل حاجه. لكن انت جاي وانت داخل الدير اكيد وعايز تتمتع بالجبل وعايز تعيش في الهدوء، فالواحد ما ضيعش الهدف، هو ده هدف ابديتنا. وبعدين اي حاجه ثانيه عايزها ربنا هيكشفها لك لما الواحد بيصوم ويصلي جامد علشان ما يخشش بفكره ويسيب ربنا بقى. فدي مهم قوي انك تحافظ على الحراره الاولانيه، واذكر اول يوم دخلت في الدير تلاقي الواحد كان زي الشعله كده مش عايز يفوت لا مزامير ولا تسبحه ولا قداس، حافظ عليها الحراره دي تلاقي مستريح. الجسد بيتلائم لكن الواحد ما يتخضعش للجسد خالص، دايما يحب الراحه، الجسد راحه كده. لو انت ريحته هيتعبك، لو انت تعبته هي ايه هيريحك. هي دي مهمه قوي، الجسد بالذات عايز كده تريحه ويتعبك، تتعبه ويريحك عارف.